السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كي مدوزين هاد الكونفينمون ديالكم، كي بقيتوا مع هاد الكورونا فيروس، ايوا الله يجعل ربي يحيد علينا هاد الوباء. ونتمنى ان شاء الله نمشيو للمغرب، نمشيو نشوفوا عائلتنا ونبدلوا حتى الجو تاع هنايا. راه حنا متنا بالقنطه ومتنا بلو ستريس، كل نهار تنقولوا راه عاد تنخرج تنقول راه عاد شدني الكورونا. المهم الله يجعل ربي يحيد علينا هذا الوباء. اليوم البنات جيت معاكم نقدم لكم واحد لا غوسيت تاع الوجه اللي تتبيض الوجه، واحد لا غوسيت ما فيهاش بزاف تاع لي زانغريديون. فيها ثلاثه الحوايج، فيها معشق تاع العسل، ومعشق تاع الحليب، ومعشق تاع مايزينا. ها العسل غندير فيها معشق تاع الحليب ومعشق تاع المايزينا. هاد الحليب والعسل وراه اي فدار تيكون. غنبدا معكم ان شاء الله. دابايا غندير معشق ديال المايزينا، غندير معشق ديال الحليب، معشق صغيرة ديال تاع قهوة، وغنخلطهم مع هاد المايزينا، وغنزيد عليهم شوية ديال العسل. العسل يكون حر، وغنخلطهم مزيان. هاد لاغوسيت البنات راه بالتجريب، حيت انا جربتها بزاف وكنت نديرها لوجهي تتبيض ليا وجهي، حيت شوفوا في وجهي كاين لي طاش، تتخلي ليا وجهي رطب وتتبيض ليا حتى وجهي. هي زوينه لاي حاجه، زوينه للوجه وزوينه لليدين، زوينه الرجلين، وبشي حاجه سهله يعني العسل والعسل والحليب وميزينا توجور تتكون في الدار. دابا بسم الله عند معاكم، ندير على وجهي، ندير هذا الماسك لوجهي، راه كاين اللي تيدهنها الحمق كله باش تلقى هذاك لو بيان في تاع لوميان، حيت لوميان راه فيه بزاف بزاف الحوايج مزيانين للجلد. وتا المايزينا، مايزينا تترطب، كاين اللي تيدير مايزينا ماسك لشعرو، ترطيبه ناتشوغيل هي معروفه. هاد الماسك البنات ديروه حتى لعمكم، راه زوين زوين وساهل يعني، ما فيش بزاف تاع الحوايج، فيه عاد حتى ثلاثه الحاجات، معشق ديال الحليب، معشق ديال المايزينا، ومعشق ديال العسل. هو زوين وتعطي واحد البشره زوينه، شفتوا تبيض الجلده. ندهنوه بارتو، ندهنوه حتى هنايا، وندهنوه هنايا. نعدي هاد العنق، ماشي عنق، وعندهنو حتى اليدية. نحيد هادي، عندهنو حتى اليدية، وتقدرو دهنوه حتى رجليكم. بقاو دهنوه وديروا ان ماساج سيركولير باش تدخلوا مزيان في هذا، قال لك تيرطب كل شيء. والبنات جربوه وردوا عليا في الكومونتير، قول لي واش عجبكم ولا ما عجبكمش. اي عجبكم، حيت هذا الماسك تيخلي اليدين تيشعلوا وتيرطب كل شيء، تيوليو يديك بيضين.
ماشي تيبيضو تو سويت، ولكن تبقاي ديريه تديريه مره مره في السيمانه، غادا وتتبعيه غادا وتتبعيه، راه تيدير تبان بلي راه انت درتي شي حاجه، يعني شي حاجه تبدل من لحمك، بحال كلي تيكون اللحم مشق، ودابا مع البرد، مع البرد، البرد هنا بزاف اللحم كله تيتمشق. الا درتو هادو راه تعجبكم بزاف، عاديروها البنات وردوا عليا في الكومونتير. دابا ها كما قلت لكم ها الماسك درتو، خليه واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه، وغسلوا وجهكم وديروا لا كريم دو جوغ اللي تديروا كوم دابيتود، لا كريم اللي تديروا في النهار، ونخليكم بخير وعلى خير. ولعجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتابوناو معايا ان شاء الله، وتقول لي في الكومونتير واش عجبكم هذا الماسك، ونتلاقى بكم ان شاء الله مره اخرى بفيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في راسكم وتهلاو في وليداتكم، وشنو نقول لكم، الى اللقاء يا اصدقاء.